بسم الله الرحمن الرحيم. من ضمن بقى الابليكيشنز اللي بتنزل برضه مع السيرتيفيكت اوثورتي سيرفر اي اف اس انكريبتد فايل سيرفر. ايه الاي اف اس ده بقى؟ زي دلوقتي ان انا عندي داتا، الداتا دي المفروض ان هي تكون سكيورد جدا بالنسبه لي، هظبط عليها ان تي اف اس بيرميشنز او حتى داك، تمام؟ حتى لو ظبطت الان تي اف اس بيرميشنز، لو انا عندي هاكر قدر ياخد الملف ده ينقله على جهاز كمبيوتر تاني، تمام، وجهاز الكمبيوتر التاني ده كان دخل عليه ادمنستريتور، هيقدر يعدل في الاكسس كنترول ليست بتاع الانكريبتد فايل سيستم بتاع سوري الان تي اف اس بيرميشنز، وهيدي لنفسه بيرميشن وهيدخل ويشوف محتويات الملف، تمام. لا انا عايزه الداتا دي بقى تفضل سكيورد، اللابتوب لو اتسرق لا قدر الله، لو حد اخذ الداتا على جهاز تاني، لو عمل اي حاجه، الداتا دي تفضل سكيورد. الداتا دي ايه؟ تفضل سكيورد من الاخر، انكريبتد مش شفره، ما حدش هيعرف يفتحها الا صاحب الملف ذات نفسه، لدرجه ان اليوزر العادي لو شفر الملف والادمن ذات نفسه اصلا حاول ان هو يفك التشفير مش هيعرف الا بطريقه معينه هنشوفها دلوقتي باذن الله، تمام. وده في بيئه الدومين كمان مش بصفه عامه، تمام. عشان اشفر دلوقتي ملف الاول صحيح بي فيري كيرفول كمان من حاجه، ان اصلا الاي اف اس بيبقى انكريبتد على الجهاز، ولو نقلته على جهاز تاني برضو بيبقى انكريبتد، لكن اوفر ذا نتورك بيفضل كلير تكست. لو انا باخده كوبي من جهاز لجهاز تاني بيتنقل ايه في الشبكه؟ كلير تكست، لكن على الجهاز نفسه انكريبتد، تمام. هو الانكريبشن بتاعه صعب، لكن في تولز بتفك التشفير بتاع الاي اف اس ده. حاجه كمان في بيئه الدومين، اساسا الترافيك اللي بيمشي ما بين اي جهاز كمبيوتر وما بين سيرفر كده كده بيبقى انكريبتد بالكربروس، ببروتوكول الكربروس، تمام. فلو انا في بيئه الدومين وباخد كوبي من الملف ده من جهاز احطه على جهاز هيفضل متشفر عادي، لكن في بيئه الورك جروب الترافيك بتاع الورك جروب بيمشي شبكه، الداتا بتمشي في شبكه كلير تكست، فتاني لو اخدته اوفر ذا نتورك هيمشي ايه؟ كلير تكست، تمام. عشان اشفر دلوقتي ملف كده مثلا، انا داخله دلوقتي على كيس الكلاينت، ندخل سي مثلا تي شوت على عبير، لو جيت ادخل على الاي ونكريت مثلا هنا فولدر وسميه سكيورد داتا، وادخل جوه الفولدر ده اكريت مثلا فولدر كمان واكريت مثلا فايل، والفايل ده سي ان انا هسميه فاينانس، تمام، فيري سكيورد وسيف. هاجي بقى انا داخله بعبير يوزر عادي، اكليك يمين على الفولدر بروبرتيز ادفانس، هنلاقي فينا اوبشن اسمه انكريبت كونتنت تو سكيور داتا. وبالمناسبه كمان شويه هناخد الكومبريس باذن الله، ان انا ازاي اعمل كومبريس للداتا دي، الاثنين بيتعارضوا مع بعض، ما ينفعش ان انا اعمل كومبريس وفي نفس الوقت انكريبت. انا هختار دلوقتي ايه؟ انكريبت. نشوف كده ديتيلز واقفه معايا، تمام. قبل ما اعمل الكلام ده صحيح وقبل ما اقول له اوكي، لو فتحت دلوقتي الام ام سي وجيت افتح السيرتيفيكتس، احنا شفنا قبل كده السيرتيفيكتس دي، لو جيت افتح السيرتيفيكتس تحت بيرسونال، عبير مفيش عندها اي سيرتيفيكت خاصه بيها، عبير ايه؟ ملهاش سيرتيفيكت خاصه بيها، تمام. هزاي في الكونسول ده على الديسكتوب مثلا عشان هحتاجه كتير النهارده. اول ما اقول له اوكي وابلاي بيقول لي دلوقتي انت عايزه ان انت تشفري الفولدر ده بس ولا الفولدر باللي جواه؟ انا هقول له مثلا لا شفر لي الفولدر باللي جواه، هو المفروض ده حجمها صغير فالمفروض ينجز يعني. يلا سهل خلص اهو اوكي. لغايه الويندوز اللي قبل التن ده كان ايه؟ الايت كان بيلون الفولدر، كان بيدي لونه اخضر، تمام. هنا ما اعرفش ايه السبب في مايكروسوفت خلت اللون بتاعه بيفضل اسود عادي، بس اقدر اغيره. لو جيت انا على فيو اوبشنز تحت فيو، لو نزلت تحت كده هلاقي في هنا اوبشن شو انكريبتد اور كومبريسد ان تي اف اس فايلز ان كولرز،
للدقه الانكريبت بتظهر في اللون الاخضر والكومبريست بتظهر في اللون الازرق. بص ايه اللي حصل له، اللون ايه بالظبط. لو جيت ادخل جواه فاينانس اهو، ولو جيت دلوقتي هنا اه طبعا لو جيت افتح الملف بيتفتح معايا انا الاونر صح، ولو جيت دلوقتي افتح الام ام سي كده وادخل تحت بيرسونال هلاقي في سيرتيفيكت اتكريتد. ليه؟ مجرد ما اليوزر اساسا بيجنريت اي سيرتيفيكت او اسا بينكريبت اي فايل بيجنريت سيرتيفيكت لنفسه، بيجنريت ايه؟ سيرتيفيكت لنفسه. تمام؟ لو جيت انا اعمل دبل كليك على السيرتيفيكت دي كده وتحت ديتيلز، لو نزلت تحت ثامب نيل هلاقي فيه هنا رقم كده اوله 99 واخره اي 1، احفظوا الرقم ده اوله 99 واخره اي 1. ولو جيت مثلا فيه على سبيل المثال على الملف ده كليك مين بروبرتيز، لو دخلت هنا تحت ادفانسد انكريبتد ديتيلز اتفتحت اهي، كانت قبل كده مش مفتوحه. لو دخلت على ديتيلز وجيت على دلوقتي على السيرتيفيكت ثامب نيل دي كده بدايتها 99 واخرها اي 1. مش هي دي نفس الثامب نيل كان اولها 99 اهي واخرها اي 1؟ يعني معنى كده ان السيرتيفيكت دي المفتاح ده هو اللي بيفك التشير بتاع الداتا دي. تمام؟ طيب افرض دلوقتي لا قدر الملف ده طار خلاص ايه كده، حتى اليوزر حتى الاونر ذات نفسه الداتا بتاعته طارت. تمام؟ عشان كده كنت بقول لكم ايه، لو انت دلت يوزر وكريت يوزر بنفس اليوزر بنفس الاسم بالظبط ونفس الباسورد ونفس الاتريبيوتس وكل حاجه، لا ده يوزر وده يوزر تاني، يبقى معنى كده ان اليوزر الجديد مش هيقدر انه يفتح الملفات الانكريبتد بتاعت اسمه القديم، الملفات دي كده طارت. تمام؟ طيب لو جيت دلوقتي مثلا كده عشان اكد لكم ان اليوزر اصلا، قبل ما اعمل الكلام ده صحيح، انا ممكن اجي هنا بروبرتيز على الملف ده ديتيلز ممكن اقاد يوزر تاني من حقه انه يفك التشفير. تمام؟ بالمناسبه انا عندي يوزر كمان على السيستم ده اسمه احمد على الدومين كنترولر، مش ظاهر ليه؟ لان احمد ملوش سيرتيفيكت، الليست دي ما بيظهرش فيها اي يوزر الا مين؟ اللي كان عنده ملفات قبل كده او اللي شفر ملفات قبل كده. قال لا طب والادمنستريتور شفر ملفات قبل كده؟ لا بس الادمن لو تفتكروا احنا كنا طلبنا له سيرتيفيكت، الادمن اصلا كنا طلبنا له سيرتيفيكت من السيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر، فاقدر ساعتها ان انا اقول له ايه؟ اوكي على الادمنستريتور هيوصل معايا في الليسته دي، يبقى ساعتها لا قدر الله عليه لو فقدت السيرتيفيكت بتاعتها اللي بتفك الملف الادمن هيقدر يفتح مكانها. تمام؟ طب حتى هذه اللحظه لو جيت الوج اوت وادخل كده بالادمنستريتور تي شوت على ادمنستريتور عشان نتاكد بس ان مش معنى ان هو ادمن انه يبطل ويشوف ملفات الناس، لا برضه مش عارف ايه يفتح الملفات دي. تمام؟ لو جه يدخل على الملفات بتاعه تعبير تحت الاي سكيور داتا فاينانس اكسس، بالمناسبه انكريبتد مش معناها ان انا هفتح الملف واشوف الكونتنت بتاعته انكريبتد، لا انكريبتد معناها ان انا اصلا لو جيت افتحه هيبقى اكسس استنويد ومحطوط عليه فوق كده علامه قفل صغنطوط كده. تمام؟ طيب دلوقتي في حد هيعرف يفتح الداتا دي غير عبير؟ اه مين هو؟ لو جينا نعمل دلوقتي ساين اوت وندخل تاني كده بعبير لو جيت ادخل على سيس كمبيوتر تحت الاي. تمام؟ قلت لكم من شويه بروبرتيز تحت ادفانس انكريبت هدخل على ديتيلز. تمام؟ مين اللي من حقها ان هي تفك الداتا؟ تفك التشير بتاع الداتا؟ عبير بس. تمام؟ طب لو جيت على مستوى ملف معين بقى كنسل، لو جيت على مستوى فولدر ملف اسفل تمام تحت ادفانسد ديتيلز هلاقي زي ما اتفقنا في هنا ايه اد، واي يوزر ليه سيرتيفيكت ممكن ان انا اضيفه، اي يوزر ليه سيرتيفيكت ايه
ممكن نضيف. تمام. طيب ريكومندد بقى ان عبير اساسا تعمل باك اب للسيرتيفيكت بتاعتها، مش هي ليها السيرتيفيكت اهي، تروح عامله باك اب للسيرتيفيكت دي ازاي؟ اول تاسك تروح قايله له هنا ايه، اكسبورت، اكسبورت للسيرتيفيكت دي نيكست، ولازم اكسبورت البرايفت كي، لازم اكسبورت ايه البرايفت كي. ليه بقى؟ طريقه التشهير اصلا بتتم ازاي؟ احنا كنا قلنا قبل كده ان في طريقه تشهير سيمتريك واسيمتريك، تمام؟ انهي السكيورتي بتاعتها اعلى؟ الاسيمتريك، بس انهي البرفورمانس بتاعه افضل؟ السيمتريك، لان احنا اتفقنا ان كل ما مستوى السكيورتي عالي معنى كده ان البرفورمانس بالظبط، البرفورمانس على كده بيبدا يقل. فقال لك ايه؟ المفتاح اللي انا بشفر بيه الداتا ده بنسميه فيك، بسميه فيك. ايه فيك ده بقى؟ فايل انكريبشن كي، فايل انكريبشن كي، ده اللي انا هشفر بيه الداتا. والمفتاح ده بيشفر بالداتا، بيشفر الداتا بطريقه اسيمتريك، بيشفر الداتا بطريقه ايه؟ سيمتريك. بس انا مقلقه، طريقه السيمتريك ممكن تنضرب بسهوله، صح؟ في برامج كل يوم والتاني لعمليه الانكريبشن او الديكريبشن بتبقى اسرع من الاول، تمام؟ فممكن اي حد لو وقع في ايده الفك ده هيفكه. قال لك لا، ما انا هعمل ايه بقى؟ الفك ده هجنريت منه اكتر من واحد، هجنريت منه اكتر من واحد فك لليوزر الاونر، تمام؟ وممكن مثلا عبير جنريت لي فك للادمن او لاي يوزر تاني، تمام؟ وممكن اعمل منه فك لواحد اسمه ريكفري ايجنت. مين الريكفري ايجنت ده؟ لا قدر الله لو الداتا بتاعتي طارت والفك ده طار، هنشوف ان الريكفري ايجنت ده يقدر ان هو يفك التشير تاني، تمام؟ المهم ان الفك ده ممكن ان انا، او مش ممكن، هو فعلا بيتم عمل جنريت لي لاكتر من كي. كل اونر من دول او كل يوزر من دول ليه بابليك كي وبرايفت كي. ليه ايه؟ بابليك كي وبرايفت كي. يروح كل يوزر هيمسك الفك، مش الفك ده اللي بيشوف بيفك اللي بيشفر الداتا وبيفك التشير بتاع الداتا، هيروح ماسك الفك ده ومشفره بالبابليك كي بتاعه. يروح مشفره بايه؟ بالبابليك كي بتاعه. معنى كده ان لما يكون محتاج انه يفك التشير بتاع الداتا ويشوف الداتا هيعمل ايه؟ هيفك التشير بتاع الفك الاول بالبرايفت بتاعه، حصل على الفك اهو، يروح ماسك الفك ويفك بيه التشير بتاع الداتا تاني. كل يوزر معاه بابليك كي وبرايفت كي، مش كنا قلنا قبل كده ان البابليك بشفر بيه البرايفت بتاعه هو ماستر اللي يفك التشير؟ لو شفرت البابليك البرايفت ده هو اللي ماستر اللي يفك التشير، تمام؟ يبقى تاني هعمل ايه؟ هشفر بايه؟ هشفر الفك اللي شفر الداتا بالبابليك بتاعي، تمام؟ محتاجه بعد كده افك التشير، هروح ماسكه الفك افك التشير بالبرايفت بتاعي، حصلت على الفك اروح ماسكه الفك ده افك بيه التشير بتاع الداتا. عشان كده هنا دلوقتي وانا بشفر او انا باخد كوبي او بعمل اكسبورت للكي، ماست ان انا اعمل اكسبورت للبرايفت كي، لان البرايفت كي هو اللي هيفك اصلا التشير بتاع الفك، تمام؟ نيكست، واقبل هنا كل الديفولت نيكست، تمام؟ بيقول لي هنا، بقول لك ايه، ريكومندد ان انت تسمحي اليوزرز معينين ان هم كمان يفتحوا الفك ده، او ممكن كمان كسكيورتي احط باسورد، هو تمام؟ عشان لا قدر الله البرايفت كي ده لو وقع في ايد اي حد مصيبه سودا، يجي يفتحه هيطلب منه ساعتها ايه؟ احنا دلوقتي هحدد الاشخاص وبعدين احط باسورد. ده اوبشنال، ده اوبشنال انك تحددي اشخاص، ده اوبشنال اساسا، تمام؟ لازم احط ايه؟ باسورد. انما حته اليوزر دي اوبشنال تحطيه او لا، تمام؟ لو قلت له هنا نيكست، الفايل نيم هتحطيه فين؟ سي مثلا على الديسكتوب، واسميه عبير سيرت، دي السيرتيفيكت بتاعت عبير، سيف نيكست فينيش. لا قدر الله السيرتيفيكت دي طارت، كليك يمين ديليت يس، تمام؟ طبعا عبير لو جت تفتح الملفات دلوقتي هو لازال متكيش، لسه بتفتح الداتا، تمام؟ لو جيت اعمل دلوقتي لوج اوت ساين اوت وادخل تاني هعرف افتح حاجه؟ مجرد ما عملت ساين اوت السيرتيفيكت اللي كانت موجوده في الميموري خلاص طارت، تمام؟ لو جيت دلوقتي افتح الداتا سكيورد داتا فاينانس اكسس دينايد، ده انا الاونر بس السيرتيفيكت بتاعتي طارت، اتصرف ازاي بقى ساعتها؟ هفتح ال MMC واجي على السيرتيفيكت، والمره دي اكليك هنا يمين واقول له اول تاسك، المره دي هقول له ايه؟
امبورت بقى. فين السيرتيفيكت بتاعتي؟ براوز اللي على الديسكتوب. هي راحت فين؟ هبراوز على كل الامتدادات بس عشان الامتداد بتاعها هيصور معايا. اوبن نيكست. بصوا بقى المره دي عشان كده قلت لكم لو وقعت في ايد اي حد غريب مش هيعرف يتصرف. تمام. ونيكست بيقول لي انت هتحطيها في مكانها تحت بيرسونال. اه نيكست فينش امبورت سكسسفول. تمام. لو جيت دلوقتي كده عبير ان هي الدبل كليك على الداتا قدرت تفتحها تاني ولا لا؟ طيب انا هفترض السيناريو الاسوأ بقى والمنايه البنيله. ايه هو؟ عبير السيرتيفيكت بتاعتها كده طارت. ديليت. تمام. وكمان مش عارف وكمان السيرتيفيكت بتاعتها اللي على الديسك توب شفت ديليت كل حاجه طارت. تاني ناكد كده ساين اوت. دلوقتي لا الادمن ولا عبير هيعرفوا ان هم يرجعوا الداتا صح؟ ساين اوت بس عشان كده السيرتيفيكت اللي كانت اتكبيرت جوه الميموري تتمسح. عبير لو جت تفتح الداتا فاينانس اكسس تيمورت ما عرفتش تعمل حاجه. طب والحل؟ لو انا في بيئه دومين قال لك باي ديفولت بيبقى فيه ريكفري ايجنت. تمام. مش احنا اتفقنا من شويه هقول لحضرتك حاجه. تمام. لو جيت دلوقتي كده على الملف مثلا فاينانس بروبرتيز ادفانسد ديتيلز مش احنا اتفقنا ان في حد اسمه ريكفري ايجنت؟ مين الريكفري ايجنت؟ ده الشخص اللي من حقه ان هو يرجع الداتا دي تاني. تمام. مين هو؟ الدومين ادمن. بس بصوا الثامب نيل بتاعته مختلف عن الثامب نيل ده. تمام. اعمل ايه بقى؟ هاجي دلوقتي على الدومين مكان الدومين بتاعتي وافتح الجروب بوليسي اكتف دايركتوري جروب بوليسي مانجمنت سي ان انا مثلا هدخل على الديفولت دومين بوليسي ايديت. لو دخلت تحت بوليسز تحت ويندوز تحت سكيورتي تحت سكيورتي سيتنجز هلاقي في هنا حاجه اسمها فيك او فايل فين فين او بابليك كي سوري بوليسز حاجه اسمها ايه بابليك كي بوليسز. تمام. هدخل جواها على انكريبتد فايل سيستم هلاقي دي السيرتيفيكت بتاعه الريكفري ايجنت. دي السيرتيفيكت بتاعه مين؟ الفايل ريكفري. هكليك يمين واقول له اول تاسك واعمل لها اكسبورت نيكست وماست ان انا اكسبورت البرايفت كي لان البرايفت كي هو اللي هيفك اصلا الفيك. تمام. نيكست وهقبل كل الديفولت واحط باسورد كنوع من السكيورتي نيكست هحطها مثلا على الديسكتوب واسميها ادمن سيرت سيف نيكست فينيش. هاخد بقى السيرتيفيكت دي كده كوبي واروح اعطيها على الجهاز بتاع عبير. تمام. ممكن تدبل كليك عليها على فكره وممكن زي ما انا عملت كده من شويه ادخل تحت سيرتيفيكت واقول له هنا ايه اول تاسك امبورت نيكست اللي هي فين اللي عندي على الديسكتوب الامتدادات الادمن سيرت نيكست الباسورد بتاعتها نيكست هحطها تحت بيرسونال امبورت سكسسفول. لو جيت المره دي بقى دلوقتي كده تحت فاينانس الملف اتفتح ولا لا؟ تمام. طبعا الادمن بعد ما يعمل الحركه دي المفروض يدلت السيرتيفيكت بتاعته بقى بعد ما فتح الداتا. لان على فكره لو كان الادمن طول ما الداتا متشفره سواء الادمن او عبير طول ما هم ما لهمش اكسس على الداتا لو حاولوا ان هم اصلا يعملوا كليك يمين بروبرتيز ادفانسد ويشيلوا علامه الصح هيفضل يديهم ايرور مش هيعرف. واضحه؟ يبقى تاني الادمن دلوقتي لو السيرتيفيكت بتاعته مش بتفتح الملف لو جيش العلامه الصح دي ويقول له اوكي بصوا المره دي بيقول لي انت عايزه دلوقتي تشيلي التشير من على الفولدر بس ولا اللي جواه؟ لو قلت له على الكل هتطلع له الرساله دي لان انا دلوقتي بفك بعبير انا دلوقتي بشيلها بايه؟ بعبير عبير خلاص ملهاش اكسس. تمام؟ طيب تراي اجين هيفضل يديله الرساله دي بقى كده خالص لغايه دلوقتي في اي مشاكل؟ الادمن بقى بعد ما يفك التشير بتاع الداتا هيفك التشير بقى ويعمل ايه؟ يلغي حته الانكريبشن دي يلغي حته مين؟
الانكريبشن، يعني انا اطلع دلوقتي بدخل بالدومين ادمن والغي التشفير تمام. بس انا عايزه اتعلم حركه تانية بقى، ان انا امنع اليوزر اصلا انه يشفر الداتا، لان فعلا اليوزر ممكن يخنقني في عشتي ويقرفني في عشتي في حته تشفير الداتا دي. اعمل ايه؟ لو جيت دلوقتي هنا على الدومين هاجي على كلمه انكريبتد فايل سيستم ذات نفسها، كليك يمين بروبرتيز واقول له ايه؟ قال لو انا دونت الاو دونت الاو تمام. لو جيت المره دي على الفولدر ده نكريت كده عبير بتكريت فولدر جديد وقررت ان هي ثانيه واحده لا ده انا كنت يوزر عادي وشفرت اهو، مش عبير في الاول شفرت؟ لا بعد كده. اه ده معناه ان بعد كده مش هتشفر، بس الاول في حاجه بس نسيتها الاول، هدخل تحت السي ام دي وران الجي بي ابديت على فورس عشان بس البوليسي اللي انا عملتها تسمع تمام. خلاص لو جيت دلوقتي على عبير كليك يمين بروبرتيز تحت ادفانسد انكريبت اوكي ابلاي، ما بقاش من حقها ان هي تشفر، حرمان بقى، لان كده ممكن زي ما اتفقنا اليوزر يبدا يستهبل وكل شويه يشفر ملفات وكل شويه يقرفني انا في عشتي. في اي مشكله كده في الريكفري ايجنت؟ تمام، شويه هنس بسيطه بقى، هلغي بس اللي انا عملته عشان اقدر ان انا اشفر. بروبرتيز هقول له نوت ديفايند او اقول له الاو وات ايفر سي ام دي جي بي ابديت على فورس. لو انا حبيت دلوقتي بقى ان انا اشفر الداتا دي اندر دوس، لو حبيت اشفر الداتا ايه؟ اندر دوس. تمام الاول بس كده عشان نتاكد، كليك يمين بروبرتيز ادفانسد انكريبت اوكي ابلاي. تمام اوكي قبل وشفره تمام. طب تعالى اعمل بس اي نيو فولدر كده تاني عشان اشفره تيست، وادخل جواه اعمل اي ملف داتا كده تيست، عايز اشفره بس المره دي ايه بقى؟ اندر دوس. هدخل على الدوس عندي امر اسمه سايفر، امر اسمه ايه؟ سايفر. انا عن نفسي ما بحبش احفظ، هقول له على علامه استفهام. لو طلعت فوق كده لقيته بيقول لي على سي، سي بيعمل ايه؟ بيدسبلاي تمام، اي بينكربت، دي بيدكربت. بس في حاجه، لو انا قلت له على اي هيشفر الفولدر ده بس، طب واللي جواه؟ هيفضل مش متشفر، لكن النيو كرييتد هيتشفر تاني. لو انا قلت له على اي هيشفر الفولدر بس، وبالتالي اللي جواه هيفضل كلير تكست، بس بعد كده الجديد هيتشفر. في عندي اوبشن تاني هنا اسمه اس، اس ده هيعمل الكلام ده على ايه؟ على الجيفن دايركتوري اند اول فايلز، هيعمل الكلام ده على الفولدر وكل اللي جواه. والراجل حتى محترم فوق جايب لي هنا مثال على سي على اس وحدد له الماسور تمام. فاقول له هنا سايفر على اي انكريبت على اس نقطتين فوق بعض المسار اللي انا عايزه اشفره تحت الاي تحت تيست الفولدر ده قال لي كده ايه؟ فين 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 بلين تكست اتس ريكومند تو يوز كوماند وورد كريبت تو فايلز وورد كريبت تمام. اتشفر اهو تيست واللي جواه، ملفين اهو الدايركتوري والتيست اللي جواه اتشفر. لو انا دلوقتي طبعا نيولي كرييتد بيتشفر هو كمان، اي حاجه جديده بتتشفر هي كمان تمام. لو انا دلوقتي مثلا حبيت ان انا ادكريبت بدل حرف الاي اقول له دي وورد كريبتد ريفرش تمام،
هو اللي جواه بيفك التشير. تمام، ممكن بعد كده اكتب الامر تاني واشيل حرف الاس ده. هو كمان ايه؟ اتشال التشير اهو من عليه. تمام. طب سي دلوقتي ان انا عايزه اكمبرس بقى. الكمبريس دي حاجه عاده ما بنستخدمهاش خالص. كومبريس دي يعني زي بالظبط لو انا استخدمت برامج زي الوين رير او السيفن زد. تمام، بس السيستم ذات نفسه بقى هو اللي بيضغطها. السيستم ذات نفسه ايه؟ هو اللي بيضغطها. فنفس الكلام بالظبط، اكليك هنا يمين واقول له بروبرتيز ادفانسد واقول له المره دي كومبريس، هيديني لون الازرق، هيديني ايه؟ اللون الازرق. او بالظبط لو انا جيت هنا عندي امر كومبات علامه استفهام، نفس الاوبشن بالظبط. سي هيكمبرس، اس هيرن الكلام ده على الفولدر اللي تحتيه. تمام، فلو قلت له هنا على سي على اس نقطتين فوق بعض، المسار اللي هو تحت الاي اسمه هو اسمه ايه؟ تمام. طب ثانيه واحده بس عشان كلمه مهمه. ريسيوم، لو جيت هنا بص كده، بص ايه اللي حصل له؟ اللون ايه؟ بقى ازرق. اللون بقى ايه؟ ازرق. تمام كده مضغوط. وبي فيري كيرفول، ساعات السيستم لما يحس ان السيت ضغط على الاخر بيعمل له هو اصلا كومبريس، وده مش ريكومندد بصراحه، لان ما ينفعش اشتغل على اوبريتنج سيستم كومبريس. فساعتها الويندوز وهو بيقوم بيضطر الاول يعمل دي كومبريس للاوبريتنج سيستم، وبالتالي بيقلل البرفورمانس. عادة قلنا خلاص محدش بقى بيشتغل على الحاجات دي، بنستخدم دايما برامج ضغط سيرت بارتي، وين رير، 7 زد، وات ايفر. تمام؟ اخر هنت بقى، الملف ده الانكريبتد ده لو انا اخدته في اي مكان هيفضل انكريبتد. اخدته على فلاش ونقلته على كيس تاني انكريبتد، اخدته على بارتيشن تاني او فولدر تاني انكريبتد. تمام؟ طب بالنسبه بقى للكومبريست، الكومبريست هو اللي هيفرق شويه. لو اخدت الفولدر ده دلوقتي كوبي وحطيته سي مثلا هنا وحطيته سي مثلا هنا بيست، ايه اللي حصل؟ ده اتنقل ايه؟ مش انكريبتد، مش مضغوط اصلا. طيب لو انا كريت فولدر، كريت فولدر جديد واخده تاني كده كوبي مضغوط اهو، واجي هنا على ده نيو فولدر واعمل له بيست، ده اتنقل برضو ايه؟ مش مضغوط. طيب لو جيت هنا هكريت بس هنا فولدر جديد، انا اسفه كنت عايزه اعمل حركه ثانيه، ماشي هاخده الاول وبعدين ابقى نقله. لو انا اخدته دلوقتي هنا كوبي على نفس البارتيشن بيست، اتنقل ايه؟ برضو مش مضغوط. تمام، طب لو انا اخدته كات اتنقل ايه؟ مضغوط. طب لو اخدته كات وحطيته على بارتيشن تاني، هذا اللي انت بس الاول اتنقل مش مضغوط. يعني من الاخر لو اخدت كوبي او كات على نفس البارتيشن او على بارتيشن تاني بيتنقل مش مضغوط، ما عدا سيناريو واحد بس، ان لو اخدت كات على نفس البارتيشن. لو اخدت كات على ايه؟ نفس البارتيشن، ده السيناريو الوحيد اللي هيتنقل ها مضغوط، غير كده لا هيتنقل مش مضغوط. بالنسبه للانكريبتد بقى، اخدت كات كوبي دايما متشفر، دايما هيحتفظ باللون الاخضر. في اي مشاكل في الجزء ده كده؟ لو هو مضغوط، لو هو متشفر، لو نقلته على فلاش او نقلته على جهاز تاني، وات ايفر، لو نقلته من جهازين في نفس اللين، لو انا في بيئه ورك جروب، لان ورك جروب اساسا كده كده ترافيك كلير تكست، هيتنقل اوفر ذا نتورك كلير تكست. اشبهها لك بايه شوشو؟ فاكره التلت والاس اس اتش؟ التلت لما جينا نعمل كابتش في سيسكو ايه اللي حصل؟ كانت الداتا اتنقلت ايه؟ كلير تكست. طب والاس اس اتش؟ لا كانت متشفره. نفس الفكره. في بيئه الدومين، في بيئه الدومين كده كده الترافيك بيمشي انكريبتد، ملوش علاقه بقى بالاي اف اس انا شفرته ولا لا، كده كده في بيئه الدومين الداتا بتمشي بين الاجهزه انكريبتد. تمام تمام.